جيت لكم النهاردة بأسعار اليميش وكل حاجة عن حاجة رمضان من الماركت الأمريكاني في كاليفورنيا. تابعوني لحد آخر الفيديو، اشتراك ولايك. ده أول نوع بلح حاطينه على الباب على طول، وده سعره بيبدأ من حوالي 2 دولار و70 سنت. والكرتونة دي يا جماعة نوع حلو قوي بحوالي 39 دولار، فيها 20 باوند. والنوع ده بتاع طبعا السعودية، أكيد كلكم عارفينه. ده حوالي 2 باوند بحوالي 7 دولار ونص، ده سعره معتاد بحوالي 8.5 أو 9، بس هما نازلينه على سعر الكرتونة الصغيرة دي ب20 وفيها 5 باوند بس. والعلبة الصغيرة دي ناس كتير بتفضلها، فيها 1.5 باوند بحوالي 5 دولار. هي الاعتياد بتاعها دايما ب5 دولار، يعني اوقات بيزودوها وبعدين ينزلوها على سيل كده يعني. ده برضو نفس العلبة التانية بس اسم تاني. ده برضو بلح. دي اسعار الرز يا جماعة. ده الرز المصري، دي رز المصري بحوالي 1.99 دولار، يعني 1 دولار. وطبعا الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، طبعا ده اللي هو الكسكس اللي هو المغربي، وده الكورن ميل زي اللي هو بتاعت البسبوسة كده، دي البسبوسة، والتاني اللي فات دوت النشا. فطبعا انا مزهرة لكم كل حاجة، كله واضح، بس انا حبيت برضو اتكلم اعمل لكم الفويس في الفيديو ده علشان يبقى كل حاجة برضو واضحة اكتر. واللي عنده اي سؤال يا جماعة هكون مبسوطة جدا ان انا ارد عليه، اكتبولي في الكومنت. او اللي مشتركش يتفضل يشترك وينورني، واللي ما عملش لايك برضو يعمل لايك وينورني. ورمضان مبارك علينا جميعا، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وان شاء الله الخير يا رب. ورمضان ده يكون خير جميع علينا جميعا يا رب. ده الشوفان يا جماعة، الشوفان طبعا مغذي جدا زي ما انتوا عارفين، ده الشوفان اللي هو الرفيع. وده حاجة انا مش عارفة هي ايه بصراحة، انا اول مرة اشوفها. ده طبعا رز البسمتي برضو. وطبعا في حاجات كتير جدا جدا كانت لازم تتصور، وفي لسه الماركت في حاجات قد كده 5 مرات، بس انا صورت لكم الحاجات المهمة، البقوليات والمكسرات وشوية من الحلويات. وان شاء الله نكمل بعد كده في الحلقات التانية، تابعوني ان شاء الله وفعلوا زر الجرس. فطبعا ده الفول المقشر، الفول مقشر منه انواع اعداد يعني متعددة. ده برضو البينز اللي هو اللي هي اللوبيا المعننتو، ده اللي هي المفضلة بالنسبة لكل الناس. ده العدس الاصفر، في منه نوعين كانوا موجودين، دلوقتي انواع كتير جدا، بس دول النوعين اللي هما الموجودين في البوكس اللي بتفتح ده، اللي هي مش مغلف. يعني انا بحب الحاجات اللي مش مغلفه دي، بتبقى ارخص شويه والكواليتي بتاعتها يمكن احسن شويه، مش عارفه. بس في انواع كتير جدا جدا. وده الزبادي يا جماعه اللي هو اللي شويه اللي فيه الملح ده. وده اسعار الورق العنب، لفت نظري اورلاندو دوت غالي جدا، وصلت العلبه زي ما انتم شايفين ب10 دولار. وطبعا الزيت غالي جدا برضو، والصلصه زي ما انتم شايفين انا بحاول الحق على الكاميرا. وطبعا ده انواع الشاي والنسكافيه وشاي العروسه، طبعا وصل لامريكا برضو زي ما انتم عارفين. والنسكافيه بالاسعار اللي انتم شايفينها دي كلها، 6 دولار 7 دولار 3.5 دولار بيتراوح. دي علبه سمنه الحلوب، كان بس في حد مغطي بالكارت بتاعته. علبه سمنه الحلوب ب52 دولار يا جماعه، وصلت للسعر ده. وطبعا دي كلها بقى حاجات جوز هند، ربع كيلو ب6.5 اللي هو 200 جرام. وده الداوني بتاع الغسيل برضو قلت اصوره لكم، هو مش المفروض في الحلقه بس مش مشكله، انا قلت اما اصور لكم في طريق لقيته عشان تاخدوا فكره عن الاسعار في امريكا وكده. دي مساحات برضو لقيتها بالصدفه. ندخل بقى على المكسرات اليميش يا جماعه. فطبعا ده الكيجو، الكيجو نزل ب5 سيل، فطبعا كويس. ده الكيجو اللي عليه ملح المتحمص واللي مش متحمص. ده التركي بالسعر اللي انتوا شايفينه ده ب10.5. طبعا ده اصلا عادة هو غلي، عادة كان ب9 أو ب8 غلي. وده اللوز زي ما انتوا شفتوا سعره. وده عين الجمل بالقشرة بتاعتها يعني ب4، لا التاني كان ب3.5، ده ب4 عشان مقشر. وطبعا ده السوداني العادي المتقشر من غير تحميص. وده اللب ب4، مش عارفة غلوه ليه بس غلوه. وطبعا ده السوداني. وطبعا ده الزيت الجاكن الكبير اللي انت شايفه ب25 دولار، برضو طبعا غالي.
مش عارفة غالي، يعتبر غالي يعني. ودي اللي هي البنانة، الموزي المتحمص والورد، كل المكسرات بقى بحاول ألحق معاكم بقى. ده اللي هي المخلطات اللي بيقولوا عليها مخلوطة، بس دي كده اهوت اللي هي الروستد مكسرات علشان القعدة والسهرة، الناس اللي بتحب تاكل مكسرات في السهرة. طبعا دي برضو مخلوطة، مخلوطة حاجات كتير على بعض، وده انتوا اكيد عارفينه. ده اسمه بيكون يا جماعة، زي عين الجمل كده، انتوا برضو اكيد عارفينه طعمه حلو، وبيتعمل في اكلات قصدي حلويات معينة. وده المقشر اللي هي الفستق المقشر، ودي اسعاره، اسعاره بتتراوح. هو سعره حلو النهاردة بصراحة، هو دايما بيبقى ب14 دايما المقشر. دلوقتي ده برضو اللي في منه كذا نوع ايراني ومش عارف ايه، بس بيتراوح الاسعار. ده طبعا اللوز نط من 4 ل14 او 13 عشان متغلف بالحلويات ومش عارف ايه اللي انتوا عارفينه كده. المكسرات اللي فاتت دي انا مش عارفة هي ايه، ده اللوز اللي هو بتاع التحمير للاكل ومش عارف ايه، ده كل الحاجات دي اللي بتتحمى تحط على وش الاكل، تحط على الرز وكلام من ده. وطبعا ده اللي هو بتاع الابريكات، مش عارفه اسمه ايه بالعربي، ودوت الالماند اللي هو اللوز برضو. اللوز بقى طبعا اشكال منه الوان، ما اعرفش اللي متحمص بايه واللي معمول بايه وكلها حاجات. فطبعا ده اللوز اللي مش محطوط عليه ملح ولا متحمص ولا اي حاجه خالص، ده اللوز المعمول بالباربيكيو. بيتراوح اسعارهم من حوالي $5.50 زي ما انتوا شفتوا معايا من الاول للسعر ده. انا ده كله فتح له كل يعتبر معظم الحاجات الموجوده. طبعا ده البندق، البندق طبعا حلو قوي، انتوا عارفين في الحلويات بيغير الطعم خالص، بس طبعا خالص هو الجردل. وده برضو فستق معمول برضو تحميص، ما اعرفش ازاي بالشطه مش عارف ايه، عشان المكسيكان بيحبوا الحاجات دي، اي حاجه بالشطه بيحطوا شطه على كل حاجه. طبعا ده الجوز الهند يا جماعة، جوز الهند بتتراوح الأسعار من 4 ل5 6 وانتوا طالعين، $4 للباوند. أنا عايزاكم تركزوا في الحتة دي، مهمة جدا يا جماعة. ده مش الكيلو، مش $4 للكيلو، $4 للباوند. الباوند الواحد، الباوند ايه هو؟ الباوند 400 جرام بس. انتوا عارفين بقى كل اللي أنا بوريه لكم بقى. دخلنا دلوقتي على البهارات بقى. دلوقتي ده البلاك بيبر اللي هو الفلفل الأسود، الفلفل الأسود الناعم، المطحون، الأبيض، الأسود، كل حاجة. دي اللي هي اليانسون، ودي البابريكا، وده اللي هو الثوم المطحون، ودي السينمون، وده ما اعرفش ايه هو اجوان، ده ما اعرفش ايه هو. وده اللي هو الجلوفز، كلوفز، انا بقول جلوفز، لا هو كلوفز، اسفه. فطبعا ده الكزبره برضو، الكزبره دي يا جماعه ملهاش اي ريحه ولا اي معالم، انتوا مش هتعرفوا ان هي كزبره خالص. فاحسن حاجه ان هي بتتجاب وتتطحن، ما بعملش كده طبعا. بس هو ده طبعا اللي فات، دوت الجارليك اللي هو الثوم المطحون، ودوت الكاري، وده الشمر، وده ينسون. طبعا الاسعار كده يا جماعه بسبعة الباوند، $7.400، $7 يا جماعه، كتير جدا. ودي السبع بهارات، السبع بهارات ب12 ب11.5 ال400 جرام، وكتير انا مصرة لسه ان هو كتير. ده الكمون، الكمون ب$6 ال400 جرام. ودوت النطمك ده بتاع اللي هي المدورة دي، اسمها ايه مش عارفة، نسيت اسمها، انتوا بشوفوها اونلاين بقى نطمك. ودي كلها بقى تعالوا معايا للجريمة الكبيرة اللي هي الايه، الريزنز اللي هو العنب الناشف ده، اسمه ايه مش عارفة، نسيت سامحوني، انتوا شوفوا معايا اكيد عرفتوا اسمه ايه. فطبعا ده كله يا جماعة الاسعار. الزبيب الحمد لله. طبعا الزبيب في منه اشكال وانواع، في حوالي يمكن 15 نوع زبيب على حسب العنبة. كل عنبة بيعملوا منها زبيب، وعاملين من كل عنبة يعني، حتى برضو انتوا عارفين الكرامبيري عاملين منه، البلو بيري عاملين منه، ده كله عاملين منه زبيب. الزبيب يعملوا، مش لازم الزبيب هو زبيب العنب، لا زبيب بيبقى بيتعمل منه، بيتعمل منه كتير جدا، حاجة كتير جدا. اهو ده زبيب،
وده مش دبيب عنب. وطبعا دي عشان المشاوي والحاجات الاسياخ، قلت اصورها لكم بالمره في سكتي. وده ب7.5. الزيتون مش عارفه ليه بس غالي جدا الزيتون. ده برضو بلح، والبلح دي تعتبر احسن نوع البلح اللي احنا نفضله، ده اللي كان في الكراتين الكبيره وانا داخله في الاول. لا ده غير، ده حاجه تانية. وده اللي هو البلام، اللي هو التين، ده كله تين. وده رجعنا تاني للفستق. الفستق دوت لونه حلو وشكله حلو وسعره كويس جدا بالنسبة للأسعار. المكسرات ده مش عارفة اسمها ايه بالظبط، بس هي مكسرات برضو متقشرة زي اللي كانت في الأول، المكعبيبة الكبيرة دي برضو أنا مش عارفة اسمه ايه بالظبط برضو، بس ده مكسر بس ملهوش بصراحة طعم ولا ريحة، فأحسن لكم ما تشتروهوش. أنا بنصحكم احسن حاجه تعتبر اللي هي بالنسبه لي البندق والفستق وعين الجمل. طبعا اللوز مغذي جدا يا جماعه، بس مش عارف بلاقي ملهوش معنى في الاكل الا بس لما بتحمر بالزبده ويتحط فوق الرز. وطبعا ده التمر هندي، اللي لا مش التمر هندي، انا اسفه، القمر الدين. التمر الهندي موجود كتير في حتة تانية انا مهتمتش بيه اول مرة دي، بس هنكمل ان شاء الله في الحلقات التانية. ده طبعا برضو التين. لو عجبكم الفيديو يا جماعة اشتراك ولايك وكل حاجة حلوة منكم، وشير علشان كل الناس تعرف الاسعار، وفعلوا زر الجرس واكتبولي كومنتات وقولولي ايه رأيكم في الاسعار بالمقارنة لاسعار مصر. ورمضان كريم علينا جميعا، والسلام عليكم.